مشاهدينا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده ولقاء متجدد دايما يا رب العالمين من خلال زينه، هذا البرنامج اللي بيقدم لكل فرد من افراد الاسره المصريه. الحقيقه النهارده هنتكلم عن دور المراه الافريقيه في عمليه التنميه، وطبعا واحنا عارفين ان مصر بترأس هذا الاتحاد الافريقي طبعا عام 2019، واعتقد ان دي او ده حدث هام جدا جدا، ولابد بالفعل ان احنا نفكر ان احنا ازاي ممكن نساعد انفسنا ان احنا يعني نبرز أنفسنا ونبرز مجهوداتنا، وكمان نؤكد على دور وأهمية المرأة المصرية وبالتالي المرأة الأفريقية. طبعا احنا عارفين أن القيادة السياسية بتدعم المرأة الأفريقية وتدعم دور المرأة بصفة عامة أينما وجدت. النهاردة هنتكلم عن بلد من طبعا الدول الأفريقية، دولة عربية وهي الجزائر. هنتكلم عن الجزائر، وهنتكلم طبعا عن هذا البلد اللي بيعد بالفعل أو بتعد من 10 أكبر بلاد في العالم. كمان هذا البلد بتقع الجزائر بالتحديد في شمال أفريقيا. هيكون لنا إطلالة سريعة عن الجزائر، تفاصيلها، عاداتها، تقاليدها، مساحتها، طبعا أهلها وناسها. وهيبقى معانا الحقيقة ضيفتين عزاز علينا من الجزائر، واحدة إن شاء الله هنستضيفها من الجالية الجزائرية، وأيضا هناك من تعمل في مجال الترجمة. إن شاء الله هيبقوا معانا من خلال هذه الفقرة، يعني من خلال هذه الإطلالة عن دولة الجزائر وتفاصيلها. ياريتكم تكونوا معانا على الهواء. إن شاء الله كمان عندنا فقرة واللي هنبدأ بيها حلقتنا النهاردة، قصة الثانوية العامة. أكيد بعد ما خلصنا وبعد ما خرجنا من هذا المعترك الحقيقة الشديد، نقدر نقول يعني الاهتمام شوية من قبل بعض الأهالي، ولكن إحنا عايزين نقول طب وبعدين؟ خدنا ثانوية عامة وبننتقل من مرحلة إلى مرحلة. هذه المرحلة الانتقالية إزاي إحنا بنتعامل معها؟ إزاي نساعد ابننا أو بنتنا إن هم يختاروا الكلية المناسبة؟ هل هنبقى زي زمان إحنا ككبار وأولياء أمور، أنا عايزاكي تخشي كلية الهندسة، أنا عايزك تخش كلية الطب عشان تبقى زي ابن عمك وزي بنت خالك والقصة ديت؟ لا يا جماعة، لازم هنقعد مع أولادنا وهيبقى فيه حوار خاص جدا بينا وبين بعض، ونشوف قد إيه إن الإنسان لما بيذاكر حاجة أو بيختار حاجة بيحبها بيتفوق فيها وبتبقى على مسؤوليته. النهارده هيبقى معانا دكتور حازم إبراهيم، أستاذ مساعد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان. إن شاء الله نخرج لفاصل ونبدأ حلقتنا إن شاء الله من خلال هذه الفقرة، إزاي نساعد أبنائنا في اختيار الكليات المناسبة. اختيار أبنائنا الطلاب للكلية المناسبة لهم من أكثر المراحل الصعبة التي يمرون بها بعد مرحلة الثانوية العامة، حيث يكون تحديد الكلية المناسبة عبئاً ثقيلاً بالنسبة لهم، لأن هذه الخطوة ستكون بالفعل حاسمة لمستقبلهم الذي ينتظرهم. اختيار الكلية ده موضوع في منتهى الأهمية، لأن بناء عليه هيتحدد مستقبل الطالب أو الإنسان في حياته. لو اختار كلية أدبية أو كلية علمية، كلية نظرية، كلية عملية، سواء بقى هيختار مثلا كلية حقوق يبقى مصيره تحدد في اختيارات معينة، اختار هندسة مصيره وهكذا، طبيب. فالمشكلة إن ممكن يكون مجموعه بيرشحه بكلية معينة وميول الكلية أخرى. كأبهات وكده بنحاول نساعد العيل للهواية اللي هو عايزها، عشان يعني ايه ما يبقاش رايح يعني مكان ومتضرر منه. والله هو بالتجربة ولادي لما كانوا في الثانوية العامة كان أهم حاجة عندي إن هم يخشوا يكملوا المجال العلمي اللي هم بيحبوه، اللي هم يقدروا ينتجوا فيه بغض النظر عن سوق العمل أو غير سوق العمل. لو ما لقاش فرصة في سوق العمل في تخصصه هيقدر ان هو يبدع فيه بأي شكل او بآخر، ويوم من الايام هتجيله الفرصة. الطالب بيحب ايه يتجه له من خلال ان هو بيميل للقراية والميول الأدبية يروح الناحية الأدبية، بيميل للميول العلمية يروح للناحية العلمية. ومش شرط حتى لو هو جايب مجموع كبير وعايز كلية اقل، ماشي يعني تاخد اقل من مجموع هو حبيبها يروح. مشاهدينا اهلا بحضراتكم ولفقرات هذه الحلقه. الحقيقه قد ايه الواحد بيبقى عايز يسمع الاغنيه دي، اغنيه طبعا الفنان عبد الحليم حافظ، كله بالنجاح، والواحد قد ايه بيسعد
وكل اب وام دايما يحبوا قوي يسمعوا الاغنيه دي. وان شاء الله نبارك لكل اولادكم وكل بناتكم ان شاء الله وتسعدوا بيهم. هي زي ما بنقول انه موضوع في ناس بتقول او بتطلق عليه شديد الخطوره وناس بتقول عليه شديد الاهتمام. لا، هو فعلا مهم جدا جدا وليست بالخطوره، ولكن الحوار اللي بدا او الجسر اللي احنا فتحناه بيننا وبين ابنائنا في السنوات اللي فاتت وثقافتنا التربويه قد ايه برضو كان ليها عامل شديد طبعا الاهميه في التواصل بيني وبين ابني او بنتي. ده اللي هيخلينا يسهل علينا هذا الموضوع، قصه اختيار ابنائنا لكلياتهم. الحديث حول هذا الموضوع الحقيقه معانا النهارده دكتور حازم ابراهيم، المدرس بكليه الخدمه الاجتماعيه جامعه حلوان. طبعا برحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك. هيك شفت هذا التقييم معانا او البوبس هيك شفته، الناس بدات مش هتقول هي يعني ادراكها ما شاء الله خلاص فهم يعني ايه اهميه الاختيار السليم والصحيح من قبل اولادنا للكليات. ماذا عن هذا الموضوع؟ هو طبعا انا بشكر الاستاذ او الاستاذه معده التقرير، لان التقرير أشار لنقطتين في أهمية الموضوع. النقطة الأولى إن الجميع بالفعل أدرك ما أهمية الرغبة وتحقيق الميول الوجدانية طبقا لاهتمام الطالب نفسه وبمشاركة الأسرة. لا نترك الأسرة، ولكن الأمر بالمشاركة، ولكن الفاصل هو الميول الحقيقية. أيضا كنا هناك في التقرير جملة جميلة جدا لما الأستاذ عبر وقال حتى لو هو اختار مجال ملوش علاقة أو ملوش متطلب في سوق العمل سوف يبدع فيه بشكل أو بآخر. دي أنا نقطة بتفق معاه تماما، لأن هو اختار بناء على رغبته وليس بناء على مجموع أو بناء على مسمى. احنا عندنا للأسف بعض المسميات وبعض المفاهيم الخاطئة وهي مش موجودة في مكان تاني. بالنسبة احنا بنقارن دايما أنفسنا بالدول المتقدمة لأن احنا نريد أن ننافس في هذا الشأن. مثل مصطلح كليات القمة، ليس هناك قمة وقاع في المجال التعليم العالي. التعليم العالي به تخصصات متعددة لتغطية جوانب متعددة من جوانب الحياة. أنا شايف أن كليات القمة أو معنى القمة اللي أنا هأبدع فيها ايا كانت هذه الكليه. تمام. او هذا المجال. تمام. لكن المصطلح اللي حضرتك اشرت اليه دلوقتي قصه انه لا انا همشي تبع او حسب سوق العمل، هو فعلا كان 3-4 سنين اللي فاتوا ان احنا لازم نركز مع اولادنا في قصه الاختيار انها تبقى على حسب سوق العمل، مش انا اخد شهاده واقعد في البيت. فبرضه تصحيح لهذا هو الكلام ده كلام جميل جدا، بس خلينا اقول ان دور الطالب ودور الاسره يدرس سوق العمل مفيش مشكله، بس ده مش متطلب منه هو، ده متطلب السياسه التعليميه. تمام. السياسه التعليميه هي اللي مطلوب منها توفر التخصصات المناسبه مع متطلبات سوق العمل. وهناك بعض الدول اللي اغلقت بالفعل تخصصات معينه لانها لا تؤتي بجدوى وتخرج اعداد كبيره جدا من الطلاب وتشكل عبء وتساعد في انتشار وتحويل ظاهره البطاله. معلومه مهمه جدا يعني. نعم. مش يعني لازم احنا كمان نتطور. لا على فكره وزير التعليم العالي انا برضو بتقدم بالشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار، هو سياده الوزير يناقش ده بالفعل وهو موضع نقاش وموضع دراسه، وبالفعل يتجه للتخصصات، واكبر دليل على ذلك استحداث بعض التخصصات. أيوه. الجديده. تمام. وده اكبر دليل ان هناك مواكبه لسوق العمل حتى لا تنتشر وتتفاخم البطاله، لان البطاله تاثيراتها سلبيه جدا سواء كان تاثير اقتصادي أو تأثير اجتماعي. يعني ما ينفعش أبقى سيادة الرئيس مثلا عمال يجتهد في مشاريع وتنمية اقتصادية وفي نفس الوقت النمو السكاني بيقابله من ناحية والبطالة بتقابله من ناحية. أيه. محدش هيشعر بإيجابيات بسبب أن المشكلات تضغي على الإيجابيات المطروحة. لذلك البطالة أساسها هي عدم توفر العنصر المناسب لمتطلبات سوق العمل. تمام. فدي مهمه جدا ان احنا نوازن بين الامرين. طيب دكتور حازم، الحقيقه لما احنا بنتكلم برضو عن نقطه اعتقد من النقاط المهمه جدا قصه ان انا ابني او بنتي جابت مجموع عالي بس تخسر. طب انت جايبه حاجه و90 او حاجه و80، طب ما تدخلي كليه كذا او كليه كذا، وهي طبعا بيبقى الرقم مغري بالنسبه للاب والام اللي هم شايفين المصلحه العامه فيه. ولكن انا كابن او ابنه بجد نفسي لا انا ما عنديش هذه الميول لهذه الكليه، ازاي اقدر اوصل ما بين الطرفين او اصل بين الفكرتين؟ هو طبعا دور الاسره دور اساسي وشريك اساسي في الاختيار، ولكن ليس مرغم وليس بطريقه الفرض، لا هو بطريقه المناقشه العلميه العقلانيه والاقناع. الاقناع ده بيكون من بدري شويه يا استاذ نبيل. بمعنى ايه؟ بمعنى انا ابني هو لسه في الحضانه
ولسه في الابتدائي ولسه في الاعدادي انا ببص فيه اهميه تخصص معين، لا او اخد رايه يعني هيك تقصد، باخد رايه وحببه في تخصص معين واوجه قدراته وانمي قدراته في ضوء هذا التخصص. اذا هذا تم بالفعل فهنيجي في مرحله الثانويه مش هنحتاج ان احنا نتدخل. ولكن خلينا نقول وجهه النظر الاخرى، انه الاسره كانت منشغله بامور الحياه وبضغوط الحياه وجات اتفاجئت بالمجموع ان المجموع كبير وليكن مثلا يتناسب مع كليه صيدله طب مثلا وهندسه سياسه اقتصاد على سبيل المثال. خلينا في الكليات مثلا العلميه زي كليه الصيدله، ياتي بعد الصيدله مباشره كليه العلوم في التنسيق، هناك فرق بين الصيدله وبين العلوم، فهنا بيبقى في صراع الاقدام والاحجام ما بين الاسره وما بين الطالب. انا مجموعي يتناسب مع كليه الصيدله، هل انزل بالمستوى لكليه العلوم؟ نقول ان كليه العلوم فيها بعض التخصصات مش موجوده في كليه الصيدله، وانه لو هو اختار كليه العلوم بناء على اختياره سوف يبدع وسوف يجد نفسه، بينما لو اجبر او رغم على تخصص معين قد لا يعني ممكن ما ينجحش فيه او ما يحققش اهدافه فيه. وعندنا امثله كثيره جدا في الجامعات ان حد يقضي سنه او اتنين من عمره في كليه بالزبط ويحول لكليه تانية. طب ليه نهدر المورد الزمني؟ المورد الزمني مهم حتى لو نضيع وقتنا، بس كنا زمان بنخاف ان احنا ندخل كليه ونرجع تاني. دلوقتي لا، الجراه بقت اكتر. طب وايه يعني ممكن اقعد سنتين ثلاثه وما تعجبنيش اسيبها واروح مكان تاني؟ كان حاجه بتقول اهدار الوقت. احنا دلوقتي بنفكر ازاي يعني نستثمر كل وقتنا وشبابنا في هذا يعني العمليه. احنا عايزين برضو نصلح هذا الخطا شويه. احنا لازم نوضح للساده المشاهدين والاسره والطالب اللي بيسمعنا ان هو تحول من مصطلح تلميذ الى مصطلح طالب، ان هو تحول من تابع لوزاره التربيه والتعليم لتابع لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي، ان هو تحول من المدرسه الى الجامعه، وهناك فرق بين الجامعه والكليه. طبعا الكلام ده كلام معروف، ولكن خلينا نقول ان الساده المشاهدين منهم من لا يعرفه. مش عيب ان احنا نوضح المفاهيم. مصر بها عدد من الجامعات وفقا للتوزيع الجغرافي، تقريبا كل محافظه فيها جامعه او اكثر. انا بتكلم عن الجامعات الحكوميه. تمام. وكل جامعه بها عدد من الكليات العلميه. الكليات نوعين، اما كليه عمليه، مفيش حاجه اسمها علميه، كل الكليات علميه، اما عمليه اما نظريه. تمام. ده نوع وده نوع. كل كليه بها مجموعه من الاقسام العلميه، يعني مثلا كليه الاداب على سبيل المثال بها قسم اللغه الانجليزيه، قسم اللغات الشرقيه، قسم الاعلام، قسم مثلا الجغرافيا، قسم التاريخ. فاذا الطالب والاسره وهي بتفكر لا تفكر في اسم الجامعه ولا تفكر في اسم الكلية، تفكر في التخصص سيتجه إلى أيهم، التخصص أيهما. لو نظريا أنا ما بحبش الحاجات العملية، أحب أذاكر وأحفظ وهكذا، فأدخل أنا نظري أساعد ابني وبنتي في الاختيار نتيجة هذه الثقافة. تمام. وأيضا برضو من المعلوم واللي احنا يجب أن برضو نعلمه لمن لا يعلمه، أن التخصص هو الذي يحدد الكلية والكلية هي التي تحدد الجامعة وليس العكس. يعني أنا ما اختارش الجامعة الأول، أو مثلا جامعة القاهرة وارجع أبحث عن الكلية وارجع أبحث عن التخصص، لا العكس صحيح. أبحث الأول عن التخصص المناسب لقدراتي وميولي وإمكاناتي، والخريج هيحصل على ليسانس ولا بكالوريوس، وإيه المطلوب في هذا. طبعا كلمة بكالوريوس تتناسب مع الكليات العملية. أيوة. والليسانس مع الكليات النظرية أو الأدبية. طبعا هو لما بيتخرج يبقى عارف التايتل اللي هو هيحمله، يعني بمعنى لو هو داخل خدمة اجتماعية يبقى عارف أنه هو هيبقى أخصائي اجتماعي. لو هو داخل التربية يبقى عارف أنه هو لو تربية عام يبقى مدرس عام، لو تربية خاص يبقى مدرس خاص. لو هو داخل علوم يبقى عارف هو يعني لازم يبقى عارف المصطلح والتوصيف الوظيفي اللي هو هيشغله. أنا بحاول بس أطرح معظم الحالات الحقيقة اللي ممكن تقابلنا. يعني ممكن يكون ابني مثلا أو بنتي جابت 50% أو 52%. السنة اللي فاتت وعادت وجابت نفس الرقم. ومفيش قدامها أي أوبشن تاني أو أي اختيار تاني. هل هي ترضخ للي موجود ورغم إن هي ما يكونش تبع ميولها ولا أي شيء،
ولا حضرتك تقترح ايه في هذه الحالات؟ بص حضرتك، انا الدكتوراه بتاعتي في التخطيط، والتخطيط علمنا ان الماضي ده اخرنا لما نبص له ونتعلم منه بس. لا نندم عليه ولا نقول لو ولا نتاثر بيه، لان الحياه لن تقف عند اي حال من الاحوال ولا اي موقف من المواقف. الماضي بنرجع له عشان نستفيد منه بس ونتعلم منه بس، ولكن انت مولود هذه اللحظه الراهنه. ايا كان، ألف مليون مبروك لمن حقق أهدافه ونجاحه والدرجة التي كان يأمل فيها ويطمح بها، والآخر نقول له الحياة لم تنتهي، الحياة تبدأ، ويمكنك تحقيق ذاتك، يمكنك تحقيق ذاتك من تخصصك وإبداعك في تخصصك، لأن التخصصات تكاملية. الطبيب لا يستطيع الاستغناء عن المهندس، والمهندس لا يستطيع الاستغناء عن بس المدرس. بس في هذه الحالة هنا الناس بتبقى واقفة، طب هعمل إيه؟ طب أنا ما بحبش الحقوق مثلا، يعني ما بحبش أي تخصص أو أي كلية جايبة أو بتديني يعني رقم من خلال الرقم اللي أنا جبته أو النسبة القليلة دي. هنا نفسيتي اتعامل ازاي مع ابني ومع بنتي؟ ابص للجانب الايجابي، ابص للجانب الايجابي زي أركز ما اركز بقى في هذا التخصص، في الجانب الايجابي للتخصص. كل تخصص فيه جانب ايجابي وجانب سلبي. كل تخصص بدور على نفسي فيه طموح وفي اهداف كبيره جدا. زي ما كليه الحقوق بتاخد من مجموع بسيط وقليل، ولكنها تخرج لنا وكلاء النيابه، وتخرج لنا القضاه، وتخرج لنا المحامين، وتخرج لنا ناس كثيرين يشغلونا مناصب كثيره جدا. مهمه، تمام. ايضا زي ما بنقول مثلا ان في كليات، في معاهد بعد الكليات. لسه عايز اقول لحضرتك، في ناس بتفكر انا مش عايز ادخل كليه او مجموع يجيب يعني المعهد والكليه دي بس. تمام. ليه الناس برضو ما زلنا هذا الفكر ان انا اتكسف ان انا ادخل معهد؟ لا، على فكره ان انا ادخل اقول لحضرتك فهضطر ان انا ادخل الكليه دي وخلاص. احنا برضو عايزين نغير الفكره. لا لا، المعهد لو هو اي موضع تقليل ما كانش الوزاره ولا كان السياسه التعليميه انتهجت هذا المبدا. زائد ان بالاضافه ان في ناس كتير جدا ما تعرفش ان حضرتك ممكن تاخد اولى وتانيه في المعهد وتحول الكليه المناظره. ايه المشكله؟ يعني أوي. انا زوجتي كانت في معهد جاردن سيتي للفتيات. ايوه. خدت السنه الاولى والسنه الثانيه بامتياز وكملت كليه ورتبت، وزميلتي في الجامعه تمام من معهد. ايوه. لا يعبنا ولا ينقص منا اي شيء. كله تعليم. التعليم لا يعيب، الذي يعيب هو الجهل بالشيء، انما التعليم اسعى للعلم واسعى باي طريقه كانت، ايا كانت بسيطه. لو رجعنا للعظماء الموجودين او من سبقونا هنلاقي تعليمهم كان كتاب. يعني ما كانش فيه مدارس دولية ولا مدارس لغات ولا الكلام. طيب ده الاتجاه برضو يا فندم لقصة الحرفية والمهنية، طبعا القيادة السياسية بتشجع قوي قوي، لأن ده المطلوب. ده المطلوب، شئنا أم أبينا، إن انتقدنا أم لم نرضى، هو هذا المطلوب. ليه؟ لأن احنا لما بنيجي ندرس الدول الناجحة والتجارب الناجحة حقيقي بنشوفهم نجحوا إزاي. نجحوا مش من خلال ان احنا نخرج عدد كبير جدا بالالاف المؤلفه، ناس كتير جدا حامله مؤهلات عليا وفوق العليا. يعني في ماجستير ودكتوراه كمان طبعا. وفي بطاله. ليه؟ بسبب ان احنا الصناعات والجانب الاقتصادي معتمد اكثر على الجوانب الحرفيه. التعليم الفني، التعليم الفني لم ياخذ نصيبه حتى الان. بالزبط. على الرغم انه سبب نهضه. لا بس يعني موضوع في الخطه في الاستراتيجيه القادمه وان شاء الله يعني حتى 2030 فعلا الاهتمام بالتعليم الفني. طب ونقنع الناس ازاي؟ بس هو ده اللي بكلم حضرتك فيه. نقنع الناس ازاي اغير هذه الثقافه؟ ان الدول اللي نهضت الصين اللي كان لسه لحد اول امبارح تخبط علينا في البيوت وتعرض الخدمات بتاعتهم. أيوة. تنافس عالميا الان. طب نسال نفسنا سؤال، ازاي الناس دي اتحولت وفتره بسيطه جدا؟ أيوة. لو سالناهم هيجاوبوا، ولو دخلنا على الانترنت هنعرف الاجابه بمنتهى البساطه، انهم اتجهوا نحو الانتاج. الانتاج بمعنى ان حضرتك بتشوف ايه المتطلب، ايه الاحتياج المطلوب، وببدا اتخصص في هذا الشان. عندنا التعليم الصناعي يكمل برضه كليات محترمه زي كليه التعليم الصناعي وزي كليه الهندسه. تمام. وايضا ينمي عنده حرفه، وينمي عنده صنعه، وينمي عنده مجال انتاج، مجال مشروع صغير ومشروع كبير. لان احنا حتى هذه اللحظه عندنا معتقد خاطئ جدا اسمه الوظيفه الحكوميه. ده اللي بقول لحضرتك. لا، هي مش كده. احنا بالنسبه للجزئيه التعليم الفني ده يعني هنرتقي بالبلد. ده حقيقه. وهندخل في هذه العجله، عجله التنميه الحقيقيه من نفسنا. مش هنفضل نستورد، ما احنا لازم كمان نصدر، لازم تبقى حاجه من نرجع زي زمان. فعشان كده بقول لحضرتك في بعض المفاهيم وبعض الثقافات المغلوطه اللي خدتنا لورا. فين التعليم الفني؟ فين الحرفيين؟
فين الشباب اللي كنا بنسعد بوجودهم في الورش وفي الأماكن السياحية الجميلة؟ على فكرة لو يعني مع إن موجود في الإعلام، بس ده دور الإعلام لسبب. أيوة. لأن الغزو الثقافي اللي جالنا وصدر لنا المفاهيم دي وأقنعنا بها، حضرتك بتقولي كنا كذا. أيوة. كنا فعلا، ده حقيقة، والناس كلها اتعلمت مننا ومن حضارتنا. أيوة. هل الناس ستقدم ولا بترجع لورا؟ لا، وهذه برضو ثقافة التصدير من الصين ومن اليابان ومن هذه الأماكن الحية جعلتنا نرجع لورا وما بنشتغلش. لا، الحمد لله قد السياسية أوقفت استيراد الكثير من المنتجات، وبحب برضو أقول له اللي برضو ما يعرفش في منتجات كثيرة جدا القيادة السياسية أوقفت استيرادها علشان نعود مرة أخرى لهذه لإنتاجها محليا. ممكن تكون مشروع وممكن تشغل الشباب وممكن تكون تساعد في الاقتصاد، ونعتمد على الإنتاج المحلي بصورة أكبر. ولو بصنا للتعليم الفني هنلاقيه بيشمل أكبر ثلاث مجالات مؤثرة اقتصاديا. أيوة. المجال الصناعي والمجال التجاري والمجال الزراعي. أيوة. تمام. فالثلاث مجالات مطلوبين ويؤثروا في الاقتصاد بشكل أو بآخر. تمام. ولا يمكن أن نحقق أهدافنا وأهداف النهضة وأهداف التقدم بدون اقتصاد على أي حال من الأحوال. أكيد. لابد أن عجلة الاقتصاد تتقدم للأمام إن شاء الله، هتتقدم ما بينا. وطبعا أنا سعيدة بوجود حضرتك معنا وهذه المعلومات الجميلة اللي حضرتك اديتها لنا. وأكيد في عائلات وأسر، سواء أب قاعد سمعنا أو أم أو حتى جدة أو جد بيستمعوا إلينا، ياريت هذه الثقافة أو هذه المعلومات تروح لأولادكم وتروح لأولاد أولادكم، دي هتبقى شيء كويس قوي. وإنتي كجد أو كجد اقعدوا مع احفادكم، اقعدوا برضو ابنوا هذه الثقه بينكم وبينهم، واسمعوا لهم واديهم مساحه عشان يقولوا رايهم ويقدروا هم بنفسهم يقرروا مصيرهم. وطبعا اللي بيحب الحاجه اكيد هيبدع فيها. بشكركم على حسن متابعه هذه الفقره، الشكر الجزيل موصول لضيف هذه الفقره الدكتور حازم ابراهيم، وهو مساعد بكليه الخدمه الاجتماعيه جامعه حلوان. بشكرك جدا، بتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا جدا لسيادتك. مشاهدينا، ننتقل بحضراتكم ان شاء الله لهذا التقرير اللي هينقلنا لهذه الفقره، واحنا بنتحدث عن دور المراه الافريقيه في عمليه التنميه. نتابع هذا التقرير ونلتقي بضيوفنا. تعد المرأة الأفريقية ركناً أساسياً من أركان نهضة القارة وصانع فاعل في مستقبلها، وعلى مر العصور كانت سنداً رئيسياً في تحقيق التنمية بما تملكه من قدرات ومعارف وما تتميز به بحكم اقترابها ومعايشتها لكافة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية. عن دور المرأة الأفريقية في نهوض أفريقيا كان هذا التقرير. المرأة الأفريقية دورها ما أقل من دور الرجل في التنمية وفي العمران وفي مساهمة الاقتصادية في التنمية. طبعا المرأة ككل، عامة المرأة فمش هي في سوق العمل، هي الآن في سيدات أعمال في شركات، في مؤسسات كبيرة بتاعت نساء يعني. فالمرأة لها دور كبير جدا جدا في سوق العمل، لها دور كبير جدا جدا في الاقتصاد، لها دور كبير جدا جدا في المجتمع ككل. يعني ما في مجتمع بيمشي بدون المرأة يعني. المرأة الأفريقية هي أساس التنمية في أفريقيا كلها، لأن هي حتى لو ساعدت تقنيات الأفريقية والدول الأفريقية كلها، أن تعتبر الرجال هناك بتقوم على العمل. الست الأفريقية هي اللي قايمة بالشغل كله، هي اللي مسؤولة عن الأطفال وعن التربية وعن الزراعة وعن تنشيط الأطفال حتى في أفريقيا كلها. يعتبر المرأة الأفريقية هي أساس أفريقيا في التنمية. المرأة زيها زي الرجل في المشاركة في المجتمع، في العمل، في السياسة، في الديمقراطية. فتلاقي المرأة في كل الإنتاج بتشارك فيه، في الصناعة، في التجارة، دلوقتي في السياسة، في القضاء. دلوقتي المرأة لها دور كبير في جميع المجالات. أكيد كلنا كسبانين فعلا، بنكسب علاقات مع بعض، ناس كتير بتتعرف
من خلال هذا التجمع، وفعلا شعارنا كلنا متجمعين، فعلا بنتجمع وبنتعرف على بعض وبنكتشف بعضينا، وفي ناس بتكون صداقات من خلال هذا الملتقى بتاع كأس طبعا أمم أفريقية، وإحنا سعداء بوجود يعني أشقائنا والدول اللي موجودة في أفريقيا. النهاردة اخترنا الجزائر، والجزائر أكيد زي ما احنا عارفين تقع في شمال أفريقيا وبتعد من 10 أكبر دول العالم. تعالوا النهاردة معانا ضيوفنا الأعزاء في هذه الفقرة بالتحديد من أشقائنا طبعا من الجالية الجزائرية. معانا أستاذة أحلام أبو دراع وهي مترجمة بالجزائر، ومعانا كمان الأستاذة نعيمة حمدان، نرحب بيكم. طبعا هقول يعني نعيمة وأحلام. أحلام بصي طبعا احنا مبسوطين جدا من ان فعلا هذا الملتقى بيقربنا من بعض أكتر، بيخلي التجمعات بتعرفنا بعض أكتر. ممكن تكوني قاعدة في بلدك وبتسمعي عنا حاجات، لكن لما تيجي تعيشي معانا بتشوفي حاجات تانية، لأن ده مهم قوي تلاقي الشعوب مع بعض. النهاردة اخترنا الجزائر في زينة، وأكيد زينة ده برنامج طبعا لكل أفراد الأسرة، ولكن بالتحديد نتحدث عن المرأة وتمكين المرأة ودور الدول في تعزيز وتكريم وتدعيم المرأة في أينما وجدت. عايزين نتكلم عن المرأة الجزائرية، أخبارها إيه، وضعها إيه، احكي لنا شوية عن المرأة الجزائرية. المرأة الجزائرية زيها زي أي طبعا. لا مش هتبقى زي أي حد. لا لا هتبقى مختلفة. لا هي مختلفة كعادات وتقاليد وكأفراح يعني احنا الفرح عندنا مثلا في الجزائر مش يوم ولا اتنين، بيبقى 7 ليالي. بتبقى مثلا 3 عند البنت، 3 أيام عند البنت، و4 أيام عند الواد. يعني بتلبس جميع الزي التقليدي بتاعنا كله. ما كده بقى بقت مختلفة. لا هم في زي اي حد. لا لا في الافراح، في الافراح لازم تختلف. احنا 7 ليالي بلبسوهم، كل 10 دقايق ربع ساعة لبس تغيروا. يا بختكوا. عايزين بقى عايزين بقى يعني بتتفننوا هلبس ايه وهقول ايه وهجيب ده لازم تبقى مجهزة كل حاجة، مجهزة ذهبها، مجهزة حاجات بيلبسوها تقليدية بتلبسها طول الفرح ال4 أيام. وتكمل كمان عند العريس، يعني الفستان الابيض ده ما يتلبسش الا اخر يوم. ايوه ده بقى الختام بتاع ده الختام بتاع السبع ايام الفرح. دي جزئيه خاصه، ده جزئيه خاصه بالافراح والافراح والكلام ده. نعيمه يعني برضو عايزه اتكلم عن الفتيات هناك في الجزائر، اهتماماتهم ايه، بيحبوا ايه؟ احنا عندنا مصريين انت عارفه عشان عايشه مثلا في وسطنا فعارفه، هنا فكر الفتاه الجزائريه هل اختلفت عن زمان، ولا اخبار الثقافه عندها ايه؟ مهم التعليم يعني احكي لي شويه. طبعا تختلف عن زمان كتير. الفتيات اللي متحضرين دلوقتي السنوات دي تختلف عن الفتيات زمان. طبعا فتيات زمان تقريبا كان في تشابه في الدول العربيه. ايوه تمام. بس السنوات الاخيره دي لا، في اختلاف كبير في الفتيات الجزائريات، يعني من حيث التعليم، من حيث اللبس، من حيث الحضاره، من حيث حاجات كتير. الحاجات الكتير دي تنهمين او الفكر، فكر المرأة، الفكر والثقافة للمرأة العربية، عربية بصفة عامة. أيوة فأعتقد أنها بتتشكل بطريقة برضو مختلفة. أنت قلتي اختلفنا، يعني كنا مثلا في القرى والنجوع والمدن الصغيرة في اختلاف من ناحية القرى هنا، القرى هناك اختلاف. أيوة. المدن الكبيرة هنا، المدن الكبيرة هناك اختلاف كبير. قولي لي هناك في القرى كان إيه وبقى يعني دلوقتي الفكر بقى في تحضر في دلوقتي يعني ثقافة نزلت جديدة بعد النت، بعد النت، بعد ثقافة نزلت جديدة عبر العالم. تمام. الفتاة العربية يعني بلاش من القرى الأول، بلاش ما تقدر تنزل تروح مثلا انها تدرس برا. ما تقدرش مثلا تنزل وده بيحجبها بقى كتير، فبالتالي مش تنزل لحد البلد مثلا انها تدرس في الجامعة والكلام ده وتبات برا. انها دلوقتي لا، موجود دلوقتي عادت كل حاجة عادي، كل حاجة بقت عادي، إقامة جامعات. وكمان ثقافة الأمهات يا نعيمة، يعني ثقافة الأم دلوقتي، أنا أم وجبت أطفال وبشوف بنتي إزاي بتتعامل وإزاي أنا أقدر أتعامل معاها، دي برضو بتختلف. ما أنا برضو بتختلف من ناحية الأم للتانية. في ام متعلمه ودماغها متفتحه وكده بتعرف تربي عيالها، في ام دماغها يعني منغلقه مغلوقه برضه ما تعرفش تربي. هي اصلا بتدي يعني لاطفالها مجال واسع، ما تقدرش خصوصا البنت. ايوه بالظبط، البنت في سن المراهقه لازم لها يعني شويه اهتمام من بعيد. اهتمام وثقافه مرتبه للام نفس الوقت من بعيد. تمام. بس الام اللي
متعلقه ما تعرفش تربي. عشان كده بنتكلم بقى على قصه التمكين. طبعا تسمعوا كلمه تمكين المراه. تمكين المراه، فتمكين المراه دي ليها كل التفاصيل اللي نعيمه قالتها. انا عندي بنت عندها 14 سنه سايبه لها حريه تامه. اه بس عيني عليها من بعيد. هو ده اللي هو ده التوازن. او سايباها سايباها براحتها تخرج وخروجي روحي روحي تحت عينيا وتحت عينيا على طول عليها يعني. بسيبها غلط اما اشوف الغلط اروح لها اقول لها لا ستوب. ايوه ده غلط ما تعمليهوش تاني. هو ده المفروض فاينما وجدنا الحقيقه كامهات. لكن بنتكلم على ثقافه المراه كانت ايه وبقت ايه. ولما القياده السياسيه في اي دوله الحقيقه لما بتدعم هذا التمكين او هذا الشكل بيبقى جميل. يعني اخبار التعليم عندكم ايه؟ الدنيا انفتحت اكتر؟ طبعا عن الاول بكتير. الاول كانت صعب اني انا بقول لك صعب انك تنزلي من قرى تروحي للمدينه. لا مفيش تنزلي مفيش تروحي مفيش. دلوقتي بقى يخرجوا بره. أيوة. يدرسوا دراستهم بقى يكمل دراسته في الجزائر وبعد كده يفكر انه يطلع كمان بره. البنت تفكر انها تطلع بره. وده اللي هيخلينا بقى نتكلم كمان على المرحله السنيه بتاعت البنت بتتجوز. كانت الاول بتتجوز امتى وبعدين دلوقتي بقت الاول. طيب. احنا عندنا فاصل هنتابع شيء من خلال هذا الفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى نستكمل هذا الحوار. من اللحظه دي مش ممكن اكيد احنا حتى في التوقيت ده بنتعرف برضو على بعض وبنتكلم مع بعض ونكتشف بعض. ولان فعلا الدول قد ما بتتقارب عباره عن شعوب فشعوب عباره عن علاقات وبالتالي بنلاقي دمنا دم واحد في الاخر الحقيقه. وفي الاخر برضو كلنا متجمعين. قولي لي يا نعيمه كنا بنتكلم على الثقافه بتاعت المراه وثقافه المراه والتمكين. وانا شايفه ان الثورات اللي احنا كنا فيها الحقيقه في السنوات اللي فاتت غيرتنا وغيرت فكرنا وغيرت حواراتنا وغيرت حتى كمان درجه الثقافه. صراحه المراه انت بتتكلمي عن المراه الجزائريه. أيوة. برضو مقارنه على المراه المصريه. أيوة. ولا احنا عشان كده بقول احنا كلنا في بوتقه واحده. انت واخده بالك احنا ثقافتنا كلنا حتى المراحل الانتقاليه عشناها مع بعض وبننتقل مع بعض ونفس الفكر. فعشان كده بقول لك ثقافه المراه الجزائريه تغيرت كتير كتير. زمان زي ما انتوا عارفين كلكم ان الجزائر كانت في استعمار كبير قرن 32 سنه. مش سنه ولا اثنين ولا 10 ولا من فرنسا. ماشي. يعني كانت عائلات فقر وعائلات متحفظه كتير اكتر من اللازم. ماشي. كانت البنت ما بتدرسش نهائي. ايوه يا نهائي. الله. في وفي الحرب برضو في ناس ما درستش نهائي. أيوه. ماشي. وفي يعني بعد الحرب بعد الاستقلال بقوا في اللي بيدرس اخره ثانوي. ايوه ده كتير عليه قوي. وفي اللي اخره اعدادي. بس السنوات دي خلاص عدد جامعات عدد عادي عدد روح دول تانية ودروسي يعني انا بحس ان رب ضاره نافعه. يعني في بعض كده الاضرار قد تقع علينا كشعوب لكن بنخرج اقوى. بنخرج اقوى احسن طبعا اكمل في الصوره. بنعرف نعمل حاجات كتير بنتعلم من الدرس اللي فتنا عليه واللي عدينا عليه. يعني الاول مثلا البنت كانت مثلا تتجوز من 12 13 في الجزائر. صغيره قوي جدا. 12 13 دلوقتي لا. يعني دلوقتي ممكن تعدي ال 20 وتقول لسه بدري عليا اكمل دراستي. مبقاش الفكر كله في الزواج والانجاب فقط. هنا في مصر لسه عندكم في القرى عندكم للاسف لسه الجواز السن مبكر. والجواز بصي اي بلد طالما النجوع والقرى النائيه والبعيده ما بيوصلهاش هذه الثقافة وهذا الوعي. عشان كده بقول ان احنا قاعدين بنتدرج وبنعلى. وكل ما القيادة السياسية والحكومة بتركز معاكي كمرأة اكيد انت بتشوفي اختلفتوا ازاي. اذا ما كانش في داعم في ظهركوا ما كنتوش انت تعرفوا توصلوا. طبعا. الجواز المبكر بيؤدي لنمو الانفجار نمو الديموغرافي. بس احنا عندنا حتى في القرى هناك يعني خلاص مفيش جواز مبكر من فوق ال20 وهي اللي تختار دي القرى. في المدن تلاقيها تعدي 25 ولسه ما اتجوزتش. ولا بالزبط. فكرت في الجواز ولسه كمان اللي بيخرجوا يتعلموا بره. هنا عندكم 20 سنه 22 سنه بتقول لا انا على الناس. انت برضو ماشيه بكاتيجوريز او مجموعات. في كل بلد ليها ثقافات مختلفه. أيوة. لكن الضوابط والقوانين لما بتطلع بتظبط الامور دي عشان تصل للقرى والنجوع بيبقى فيه اجتهادات. عايزه اقول في الجزائر على فكره اسمع في اماكن حلوه قوي وانا احب المصريين النهارده واللي بيتابعونا. عايزه اعرف احب او احلى الاماكن اللي عندكم في الجزائر. مثلا وهران. وهران المينا احلى الجزائر بلد اسمها دي. مثلا احنا بنسميها في الجزائر دوزيام باري. يعني باري باريس الثانيه. ايوه دي احسن وهران. حته. او وهران بجايه
بجاية دي جيش السكيك ده دي حاجة تانية خالص، جبال وبحر يعني مرتفعات عالية يعني تتمني انك تروحي ما تخرجيش من السياحة اللي هناك فيها يعني هناك فيها سياحة جامدة. في بقى الرياضات اللي هناك في الأماكن دي ايه؟ مثلا جبل تيجيش ده ده مثلا سكيل هو السكينج التزحلق التزحلق على التلوج دي مشهورة هناك كتير في الشتاء تيجيش ده من ساعة ما شهر 11 ما يخلصش من التلوج لغاية ما يخلص الشتاء خالص يخش على فصل فيها يعتبر كل بلد يبدأ طول السنة يعني تقريبا طول السنة ما هي كل بلد في الجزائر لها سياحة كل بلد طيب. تلمسان سياحية وهران سياحية جيجل سياحية بجاية سياحية الصحراء الغرداية وتندوف دي سياحية كتير قوي الجزائر يعتبر كلها سياحية ايه الأماكن اللي بتلاقوا كثافة إقبال عليها يعني هي وهران وهران الشمال كله الشمال كله من تونس للمغرب هو جاي شمال على البحر عندنا الخط ده ماشي البحر. يعني لو تشوفي قارة افريقيا الجزائر هي الاولى ماشي تلاقيها من شمالها لجنوبها بحر كله مساحتها كمان يا جماعه مساحه 2 مليون كيلومتر مربع وايه ايوه وبقت اكبر يعني دلوقتي مصر. بعد السودان ما اتقسمت اتنين بقت هي اكبر دوله هي في عشان كده بقول المساحه اطلاله على الجزائر دلوقتي اختلفت يعني مساحه وثقافه ونساء وشباب سكاني تمام كمان مفيش تعداد سكاني يعني عندنا حوالي 40 مليون تمام نسبه يعتبر فاضيه ايوه يعني انا جوزي اول واحد لما يروح هناك يقول لي انا بحب اسوق براحتي ايوه طبعا بقى العربيه مش عايزه اخش الكثافه السكانيه طبعا بتبقى اقل بكتير فبالتالي طبعا بالنسبه لتربيه اولادكم يعني عايزه بس اتكلم كل طبعا برضو مجتمع ليه اسس او ليه قواعد كده قولي لي ايه الاسس الاساسيه اللي بتحبوا تربوها او ان انتوا تربوا اولادكم عليها هسمع منك واسمع من علاء تربيه الاولاد في ايه في الدراسه وفي في في لا في الاخلاقيات ايه الحاجات اللي بتقولوا لهم لا الدراسه دي حاجه ثابته يعني أيوة. انا من كذا لكذا المرحله مرحله لكن الاخلاقيات تحبوا الـ 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 الادب الاخلاق الصلاه الايمان الـ يعني ايه لكان ايه ايه طبعا الدين لا في مجتمعات بتهتم بايه انا واحده من الناس بحب اربي زي ما انا اتربيت بنتي واولادي بربيهم دلوقتي على زي ما انا اتربيت بالظبط بس احلام الدنيا اختلفت برضو بس العادات اللي هي التربيه والدين ايوه اتربيتي انت على ايه اتربيتي على انا اتربيت مثلا اخرج مع امي لحد ما اتجوز وانا بخرج مع امي مع ان اليومين دولت الولاد عندنا لا انا مش هخرج معاك انا مش رايح لعمتي انا رايح مش لخالي بنتي بتقول كده ايوه بس واحده واحده خلاص ابتدت دلوقتي عند 14 سنه تخرج معايا انا مش حرماها من حاجه انا بخرج على طول يعتبر انا على طول في الشارع معايا خلاص هي مش عايزه حاجه غير انها تشوف الشارع وتشوف وتروح وتيجي سايباها ما انا بقول لك انا سايباها براحتي بس ليها الكومباني بتاعها ليها اصحابها ليها ليه تخرج مع اصحابها بس معايا يعني برضو انا مش عايزه ايه تتربى خارج اللي انا اتربيت عليه لا احنا نخرج احنا كنا بحريتنا نخرج مع مامتنا بس بنعمل كل حاجه نخرج مع صاحباتنا نفرح نروح بيات مثلا احنا خلاص لكن لكن عائليا عائلي لكن ما نخرجش على الاطار العائلي تمام الافراح كمان نفس الشيء عشان البنت ايوه البنت ماشي تخرج مع امها بس الولد في السنين دي اللي احنا عايشينها مع انت عارفه النت والتطور وكل حاجه حقيقه وانا عشان كده كل حاجه اتغيرت ازاي احنا هنربي ولادنا تلاقيه زي ما احنا اتربينا لازم هنغير 9 سنين 10 سنين يقول لك انا راجل ما بتعمليليش كده يعني ما لا ما بعملش كده لا ما بلبسش ده لا ما بروحش هنا لا اللبس ما بتحكمش ايوه تلبس. العلاقات الاسريه يعني مثلا تروحي لجدتك ايام بقى مع مامتك بتروحي لجدتك دلوقتي نقدر ناخد اولادنا لازم نروح لجدتك انت فاهمه طبعا اتغيرت فهي طبيعه الحياه الاجتماعيه عندكم ازاي بتروحوا انا اظن هي ما لسه موجوده التقاليد دي لا بجد موجوده موجوده يعني انا رايح عند جدتي لا مناسبه الاعياد وفي رمضان وفي المناسبات لا وموجوده في الايام العاديه موجوده بنتجمع زي ما احنا ما عشان كده بتكلم على الحياه الاجتماعيه بتفرق لا لا فرق لا. عن مصر في ايه الحياه الاجتماعيه فرق ان مثلا زي ما انت بتقولي مثلا انا لو رايحه مثلا عند امي عشان ابص عليها بنتي ممكن تقول لي او أيوة عيالي يقول لك لا احنا رايحين نادي لا انا احنا في الجزائر خليني بقى اروح وافضل قاعد بقى كده واعمل كده وعشان كده بتكلم لا انا اختي تروح بتاخد عيالها كلهم أيوة ويروحوا ويقعدوا وجو عائلي لحد ما يخلص الجو وكل واحد يروح احنا لسه موجود العدد دي لسه موجوده في الجزائر معلش بس في اختلاف قولي لي انا
اكيد في حاجه هي هي مش يعني بس هي مش كده يعني اخشى خارج التغطيه حتى هي بتبص لي كده يا احلام دول طب خلاص خليها تتكلم بقى يعني كده الموضوع لا دي انا عن واحده من الناس انا دي لسه موجوده في عادتي وتقاليدي طيب ايه بقى اللي لسه متمسكين بيه في العادات القديمه عندكم في الجزائر يعني قصدك اقول لك على اختلاف ما بيننا وبين مصر بس ما هو عشان اركز اسمع عشان منك عنكم من لما هتحكي لي عنكم هعرف انتوا بقول لك مثلا كالمناسبات مثلا ماشي يعني مثلا في رمضان كرمضان اختلاف كبير من هنا لهناك هنا عندكم الزينه وكده صح ماشي احنا ما عندناش بنفرح برمضان بس ما بنعملش الزينه في الشوارع والحاجات دي دي حاجه الحاجه الثانيه عندنا يعني العزومات عندكم زينا زيكم طب ماشي اختلاف في الطبخ من الالف للياء ما طبعا من الالف للياء الميني الطابل بتاع مصر اختلاف كبير من الميني بتاع الجزائر لا لا ده عايز اقول ده مينيو وده مينيو ده مينيو ثاني ماشي تمام الطبخ الجزائري يعتبر يعني في العيد بقى احنا داخلين برضو على العيد العيد يعني هنا عندكم العيد كحك بسكوت بيتفور غربيه خلاص نقطه الى الصغير العيد الكبير, الكبير بقى العيد الكبير العيد الكبير عندنا الفقير الفقير ويذبح تمام انا شفت حاجات هنا يعني اسفه لا لا بصي احنا مش لا ببص عايزه اقول لك على حاجه احنا مش بنقارن انا عايزه اتكلم عن الجزائر وعايزه اشوف اللقطات وليه الفقير هنا بيذبح عندكم بيذبح بيذبح كده ازاي انتوا بتعينوه او ازاي بيظهر هذا الفقير ان هو بيبقى حي مثلا في ناس يعني اهو اليوم معروف بيت فلان فقير مش هيذبح تمام يعني في الشارع مثلا يمكن في الحته في الكارتي في الحته يمكن في المنطقه في الحته تلاقي يمكن واحد مش هيذبح واحد مش هيذبح معروف ان ده مش هيذبح في ناس يعني ما شاء الله عليها ماشي تجار وكده بيملي شاحنه خرفان خدوا الفلان خروف من يوم الوقفه الفلان اللي مش هيذبح خلاص بتكونوا خلاص تحريته بقى يعني عمال تحري وعرفته خلاص بعد يعني مثلا الساعه 12 واحده بالليل كل الناس عرفت بقى مين هيعمل ايه بيت عندها الخرفان تعدي بيها يوم العيد الصبح كلهم بيذبحوا ما في كلمه كلهم انا فاهم كلهم مفيش حد بيقف يتفرج يعني وجوه البيت مش بره البيت جوه البيت تبيعها في البيت ما عندناش بره البيت والله يعني جوه في صحن البيت بقى لازم في حوش البيت احنا عندنا زي حوش كل بيت بيبقى ليه حوش كده ده هي يعني مثلا العيد الكبير كده وفي التبيحه يعني يومها بنعمل حاجات طب مثلا هنا الكبد بتعمل تشوح وكده هناك لا يتشوي وتعمل الزيخ الشحمه دي ايش نقول الشحمه نعرفش حاجات يعني اسمها ملفوف يعني حاجات مختلفة على مصر كتير طبعا احنا اكيد في كاس الامم الافريقية وشايفة ما شاء الله البنات والستات والفتيات والكل عايزة اقول بقى انتوا روحكوا ايه والدنيا ماشية معاكوا ازاي وقد ايه المرأة فعلا صورتها مشرفة يا جماعة يعني الشاشات كلها بتقول ايه ده احنا ايه الدنيا عاملة ازاي قولولي من اخر الجزائر مجانين كره دي من الاخر وبنشجع طبعا بنشجع الفريق بتاعنا قولي لي برضو يعني الستات عندكم بتفهم في الكوره نسبه كبيره بجد والله انا ويفضلوا يحضروا لها طبعا إيه وتكون الست تتفرج كده مع جوزها تقول له لا هنا المفروض هنا المفروض ضربه جزاء لا لا هنا المفروض كده وبتتحمسوا بقى وتتعصبوا كده ولا ايه احنا كنا هنموت في السويس لا المكو فعلا الواحد لما بيحس انه يعني متحمس لفريقه لكن كمان لما بيعشق الكره اينما وجدت احنا كنا طول عمرنا حتى نتفرج على الكره الاوروبيه برضو بنتحمس لفريق ما ونبقى لكن قد ايه لما تحس ان بقى يعني دوله برضو عربيه وهي المضيفه يعني بنحس برضو ان احنا في مكاننا يعني دور يعني طبعا بمناسبه ان مصر كمان بترأس الاتحاد طبعا الافريقي لكن هذا الحدث اضاف ايه تفتكري كده كعرب وهذا التواجد يعني صراحه هنا 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 في مصر اغلبيه المصريين ما نقولش كلهم ما نجمعش عمرنا ما نجمع ولا اي دوله تقدري تجمعي وحتى احنا لغتنا ما ينفعش تقولي الكل ما ينفعش هي البعض او الاكثريه او الاقليه لا النسبه الاكبر
أي. اكبر نسبه في هنا في مصر بتشجع الجزائر. أي. نركب تاكسي بيقول لك ان شاء الله تكسب. أي. يعني كذا حاجه يعني. ايوه صح. تشتري على واحد بتشجع بتشجع اللعبه الحلو. رحنا للسويس. انا اتفاجئت رحت للسويس لقيت الاعلمه الجزائريه في المحاضر كده. أيوه. ما شاء الله. أيوه. بس في نسبه قليله جدا تتعدى. هو ده على فكره عايزه اقول لك حاجه, ده دور الدوله المضيفه, انها لازم تعمل يعني لازم تساعد كل دوله عشان تديها قدرها وتديها دي هذه الثقافة. طيب احنا وقتنا انتهى, انا كنت سعيدة جدا بيكو جدا وبالحماس اللي انا شايفاه في نعيمة بالذات. بشكركم لوجودكم معانا, نورتونا ونورتوا مصر دايما معانا ان شاء الله على خير باذن الله. بشكركم مشاهدينا, حلقتنا انتهت لكن ضيوفنا اكيد منورين معانا طول الفترة اللي فاتت واللي جاية ان شاء الله. بشكركم بحسن متابعة هذه الحلقة, كانت معانا طبعا نعيمة حمدان وكانت معانا احلام ابو دراع من دولة الجزائر الشقيقة, وان شاء الله نتمنى للجميع التوفيق وكلنا دايما يا رب متجمعين. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.